جهاز الإنتاج حضراتكم. الأخ العزيز أستاذ محمد نصر فراج، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية ورئيس اللجنة النقابية الممثلة للجهاز الإداري بالجامعة. هو يعني يحب بيجي في صف الموظفين وفي صف الإداريين، وأنا لما بحس إن الأمور مش ضد القوانين ولا ضد القواعد يعني باجي معاه في الرأي ويعني أكبره إن هو بيتخلص من عباءة المدير العام وبينزل لمصف الطبقة البوليتارية الكادحة من أعضاء الجهاز الإداري ويدافع دايماً عن آرائكم وعن مصالحكم وعن أنا بصفتي برضه زي ما قلتها قبل كده مش هبقى يعني زعلان لو قلتها مرة واثنين وثلاثة تاني. أنا برضه جاي من الطبقة البوليتارية الكادحة زيكم، والدي كان موظف إداري زيكم بالظبط، وبالتالي أنا حاسس يعني إيه أسرة قايمة على مرتب لأحد الموظفين من الجهاز الإداري، وممكن الأسرة دي تبقى كبيرة. إعاقة سمعية أو إعاقة حركية دول حتى دفعت لهم رسوم الدراسة ورسوم الكتاب الجامعي وسكنتهم في المدينة الجامعية مجانا، يعني ما دفعتش لهم رسوم سكن في المدينة الجامعية. فقلت إن توزيع السكن بالمدن الجامعية أحد النواب من أبناء سوهاج وقف بيدافع عن الجامعة بيقول لا الجامعة بتعمل وبتسوي كده. إدارة الجامعة أن تفعل العديد من الأدوات والفعاليات لمناقشة كل ما هو بناء وكل ما هو يساعد بشكل مباشر أو غير مباشر في بناء الجمهورية الجديدة، مع افتتاحية الندوة ومعالي الوزير الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فليتفضل مشكورا.